هذا لو كنت مسؤول؟ والله يعني واحد يوفر طلبات الشعب يعني أهم شيء. نعم. يعني الناس هسه محتاجة كثير أمورات، يعني كل ما يعني دا يجي شخص يعني مثل مسؤول أو ما دا يوفر طلبات يعني الشعب نهائيا، فالشعب ما رايد من الحكومة أي شيء، بس توفير خدمات، توفير مطالبهم. يعني الشعب تعب من كل الأمورات اللي دا يصير بالعراق، فأهم شيء واحد يوفر يعني مثل ما يقول طلبات العالم، ما رايد كل شيء يعني يعني الشعب ما رايد منهم غير توفير مثل الماء، كهرب، النفط. يعني صور اكو ناس تتوسل على جليكان ابو العشرين نفط، يعني هاي اثناء الموسم الشتاء. نعم. زين يجيك الصيف كذلك الماي وما ماي، يعني هذا الشعب رايد هاي الشغلات انه يوفر طلباته. ماذا لو كنت مسؤول؟ والله اذا اني مسؤول اول شيء اسويه اوفر خدمات الاهل بلدي، فرص عمل للشباب، شوارع عندنا تعبانة، البنى التحتية عندنا تعبانة بشكل، فنحاول هاي المسائل احنا نشتغل عليها ونوفر هالمسائل هذه. هذا الشيء اللي ماذا لو كنت مسؤول؟ ماذا ما هي إجراءاتك للفاسدين؟ والله شلع قلق، شلع قلق، يعني مستحيل انه بقي يسموه شخص فاسد عندنا بالمدينة، لأن هذا راح يهد البنى التحتية، يهد الحكومة، يأذيها بشكل تام. يعني ماذا لو كنت مسؤول؟ والله كنت حالنا حال المسؤولين، يعني أول شيء صاروا قبلنا، ثاني شيء ندحق لدرجة الفقيرة، لازم نعود إخواننا ذول الشرطة المفصولة، ندحق على درجة الفقيرة، يعني هاي أمشي أم فقرة هي هاي عندنا، ما يصير يعني بس نصعد على الكراسي ونظل قاعدين وننسى. يوم نصير الانتخابات تصير عزايمنا وندعي العالم، من نصعد على اكتافه نسكت ونخليه، ما ندير لهم اي بال. بعدين لا يدقون لنا باب ما نجاوبهم، نسال ارقام التليفونات نبدلها اكيد، واكيد يوم نصير الانتخابات البرلمانيه نفتح الخطوط مالنا، واي من يستدعينا نجي لي عنده، وبعدين في الله وهي خلاص. ماذا لو كنت مسؤول؟ السؤال مالك، لو كنت مسؤولا لاهتم بالشأن التربوي وتبليط الشوارع وإنشاء المدارس وإنشاء الحدائق والتعليم والقضاء على البطالة والقضاء على هاي البلدية الأوساخ المتراكمة بالبلد، يعني أجيب آليات من الدول، أجيب ونشط هذا، أشغل العمال هاي اللي قاعدين بالبيوت، اللي يعني هاي كل. نعم. موقفك كمسؤول مع الفاسدين في دوائر حكومية؟ طبعا هو المسؤول لازم يعني هو يكون رقيب قبل احنا نراقب، هو يكون رقيب على الفاسدين وعلى يعني هو يحاسب الناس، يحاسب نفسه قبل يحاسب الناس، بعدين اذا يشوف هو مقصر لازم يتجه نحو التصحيح، ويشوف الفاسد لازم يطلعه من اي مكان هو مسؤول بها، لانه هذا امانه، هاي الامانه والامانه لازم يحافظ عليها كان مسؤول او اي شخص اخر، لازم هذا بلدنا واحنا لازم ننهض بلدنا بالبناء والاعمار وفي كل مجالات الحياة، إذا احنا ما نهتم بها وما نقضي على الفساد راح يظل بلدنا متأخر وما يصل إلى بلدان الدول المتقدمة مثل أي بلاد. احنا خلينا ننظر هاي أربيل واحدة من محافظاتنا، شوف شلون نهضت بمجالاتها البنائية والحضارية والثقافية، ليش احنا هذا التخلف عندنا؟ لازم احنا نبني نصل إلى هاي المراكز، ليش هم مو جو هسه بناء الحاضر هذا؟